طيب العصفورة قالت لي إن أنت بطل رياضي، كلمنا بقى عن حياتك في الرياضة. بصي حضرتك، أنا كنت في مدرسة الفرير، دي مدرسة أجنبية، وابتديت الرياضة في الفرير اللي هي مدرسة كانت في الظاهر، كويس؟ ابتديت ألعب شوية كورة، كنت باك رايت أياميها، وبعد كده بقى لعبت شوية فولي، وفي الآخر رسيت على ألعاب قوة. ليه بقى سبت كل الألعاب الجماعية ولعبت ألعاب قوة؟ لأن دخلت كلية الطب. فكلية الطب صعب إن أتمرن مع فريق، أنا عندي محاضرات وعندي بتاع، إنما ألعاب قوة باجي الصبح بدري أتمرن 6 7 الصبح قبل المحاضرات، وبعدين أروح محاضراتي، وبعدين أرجع بعد المحاضرات أتمرن ساعتين من 3 ل 5 مثلا، وأكمل مذاكرة في البيت. فاتجهت لألعاب قوة، خدت بطولة مصر، ابتديت في نادي الجزيرة، وخدت بطولة الناشئين سنة 63، بطولة مصر الناشئين، وبعد كملت بقى من 64 لحد 76، عملت بطولات عالمية، خدت بطولة أفريقيا، وخدت أول أفريقيا في ليجوس، و 65 في كونغو برازافيل، بحاول أتفكر، وبعد كده خدت بطولة العرب، وبعد كده قعدت بقى أخد بطولات لحد 76. ما شاء الله. 76 بقى كبرت في السن بقى، كان سني اياميها، انا مواليد 45، كان حوالي 32 سنه، فبطلت بقى سنه 76. وايه الرياضه اللي انت بتمارسها دلوقتي ولو على خفيف؟ المشي. مشي. مشي والسباحه ساعات. يعني بعوم وبمشي. المشي مهم جدا 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 جدا. الواحد لما بيكبر في السن لازم عضلات رجلي الساقين تبقى قويه، لان هي دي اللي بتمشيه. لازم بتشيله جسمه. بتشيل جسمه. وفي ناس تقول لك القلب التاني، مش عندنا قلبين، قلب فوق وقلب تحت، قلب تحت في الرجلين في الساقين، فدي مهمه قوي عشان الواحد، وانت عارفه في الجراحه انا كجراح بقف كتير وبعمل عمليات كتير، فلازم الرجلين تبقى قويه. يعني مش الرجلين القويه، انا اللي مستمتعه جدا ان انا بتحاور مع حضرتك. حضرتك ما شاء الله عليك، يعني خدتنا كده في رحله كده، ركبتنا البساط السحري، حضرتك نورتنا في اهالينا، وشرف لينا حضرتك كنت معانا النهارده. والله انا تشرفت بيكم، وزي ما بيقولوا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. الف مره. وبشكركم على الزياره الجميله دي. شكرا. فتحنا شويه مواضيع لطيفه يعني. المره الجايه ان شاء الله نيجي نزورك في العياده. يا تشرفوني، انا الاستاذ مفيد فوزي جه شغل معايا في العياده من 15 سنه. تستحق ما شاء الله عليك يا دكتور، نورتنا في اهالينا. شكرا 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 جزيلا.